لقبت بملكة الكريبتو، ونفذت واحدة من أكبر عمليات الاحتيال في التاريخ. هي المرأة الوحيدة في قائمة أكثر 10 مطلوبين للعدالة لدى مكتب التحقيقات الفيدرالي FBI. إنها ملكة التشفير روجا إجناتوفا التي سرقت مليارات الدولارات واختفت. روجا امرأة بلغارية ألمانية في العقد الرابع من العمر، كانت العقل المدبر لأكبر عملية احتيال في العصر الحديث، واشتهرت بأنها الشخص المؤسس لمخطط بونزي المعروف باسم وان كوين للعملات المشفرة، بالتعاون مع شخص يدعى سيباستيان غرينوود. بدأت الخطة عام 2014 باحتيال روجا على ملايين المستثمرين في مختلف أنحاء العالم، عندما قامت شركتها وان كوين، وهي شركة مقرها بلغاريا، بالترويج لعملة مفترضة تحمل نفس الاسم، وسوقت لها كمنافس شديد ومربح مقارنة بعملة بيتكوين الشهيرة في سوق العملات المشفرة. تضمنت الخطة تقديم عمولة للمشترين في حال بيعهم لعملة وان كوين لأشخاص آخرين، ومن أجل نجاح المخطط قدمت بيانات كاذبة للأفراد من أجل الاستثمار لديها، حيث استمرت هذه العملية لنحو 16 شهراً، جمعت خلالها أكثر من 4 مليارات دولار، ليأتي اختفاء روجا بعد ذلك في أكتوبر 2017 ومعها الأموال المسروقة، حيث كان آخر ظهور رسمي لها في أكتوبر من ذلك العام على متن رحلة جوية من العاصمة البلغارية صوفيا إلى اليونان. بعد ذلك بعامين، وبالتحديد في أكتوبر 2019، وجهت هيئة محلفين فيدرالية كبرى في ولاية بنسلفانيا الأمريكية لائحة اتهام إلى روجا بسبع تهم تتعلق بالاحتيال وخمس تهم بغسيل الأموال. وتولى مكتب التحقيقات الفيدرالي FBI البحث عن مكان وجودها بعد إدراجها ضمن قائمة ضمت 529 هارباً دولياً، وتصنيفها ضمن أكثر 10 مجرمين مطلوبين لدى أمريكا، فضلاً عن كونها واحدة من أكثر المطلوبين للعدالة في أوروبا. روجا مدانة بالعديد من التهم، ففي العام 2012 أدينت بتهمة الاحتيال في ألمانيا بعد استحواذها مع والدها على شركة في ظروف مريبة، لتعلن هذه الشركة إفلاسها بعد وقت قصير. وفي العام 2013 شاركت بعملية احتيال تسويقية متعددة المستويات عرفت باسم بيتكوين، استحوذت فيها على مبالغ كبيرة. وفي العام 2014 أسست وان كوين التي مكنتها من الاحتيال على 3,500,000 شخص حول العالم. تشير الوثائق الأمريكية إلى أن العملية كان مبيتا لها منذ تأسيس الشركة، فالوثائق والرسائل الموثقة على بريدها الإلكتروني مع شريكها والتي تعود للعام 2014 تضمنت اعترافاً من روجا بأن هذه العملة ليست عملاً نظيفاً، كما وصف شريكها العملاء بالأغبياء والمجانين. ورغم إلقاء القبض على شريكها سيباستيان الذي حكم عليه بالسجن لعشرين عاماً بأحد السجون الأمريكية، إلا أن كل ما يتعلق بروجا ظل غامضاً منذ اختفائها في العام 2017. وفي عام 2022 انطلقت حملة أمنية عالمية عبر وكالتي الانتربول واليوروبول بحثاً عن روجا،
لكن تقريرا نشره مكتب التقارير الاستقصائية والبيانات البلغارية في فبراير 2023 أشار إلى أن روجا قد قتلت بأمر من زعيم الجريمة البلغاري أمانة تيدس.